بس إذا بتسمحي لي. لو سمحت، سؤالي موجه لإسراء. جاوبيني، هذا المطعم لأهلك؟ إيه كارلا خانم، هذا المطعم لأهلي. كنت بدي إلك بس قليلي، ليش عملتي هيك إسراء؟ يعني كيف بتضيفي مطعم أهلك على الأبليكيشن تبعنا وحتى من غير ما تخبرينا بهذا الشيء؟ وأنا كنت واثقة منك ومن شغلك. كارلا خانم شوفي، مو ذنب لإسراء، أنا اللي ضفت المطعم. المحل حلو، شو المشكلة؟ لأنه في شخص أكل من هالمطعم وتسمم وهلأ هو بالمشفى. كيف؟ تعرفوا هذا الشيء قديش رح يسبب لنا خسارة؟ شو رح يصير إذا رفعوا دعوة علينا بالمحكمة؟ كارلا خانم معك حق بكل شيء قلتي، كان لازم خبرك قبل ما أحطه. بس يعني هاي أول مرة بتصير هيك حالة بمطعم أهلي، واحد يأكل عنا وتصير معه حالة تسمم غذائي. والله مستغربة، متأكدة إنه في شيء غلط، لأني بعرف قديش أمي نظيفة بشغلة. يعني هاي أول حالة تسمم؟ طبعا. فهمت. موسى روح فورا شوف لي وضعه للزلمة وكيف صار. كارلا وانت حاكي محامي الشركة لنعرف شو بيترتب علينا. حاضر، رح نفهم شو القصة بالضبط ومنرجع نطلبكن لنحكي معكن. فيكن تروحوا عشغلكن. أنا بمكتبي. كيف صار هيك؟ عن جد أنا مو فهمان ابنهم. إيه أنا آسف، كان لازم أسمع منك، هذا غلطي، حقك علي. لا تعتذر كنان، أنا مو مزعوجة مشان الشركة، بس أكل هم أهلي. رح أتصل لأطمن على أمي. مين؟ أمهلك هي إسراء. أصحك تخبريها شي يا محاسن، أوعك مو ناقصنا. أهلين بنتي. ها؟ ألو أمي، شو عم تساوي؟ شو بدنا نساوي يا بنتي؟ قاعدين أنا وأبوكي قدام المحل. رح قلك شغلة بس ما بدي تنزعجي أمي. إيه؟ في واحد أكل بالمطعم تبعنا وصار معه تسمم. يعني سمعتي باللي صار فينا يا بنتي؟ إجوا هدول تبع الصحة وسكروا لنا المحل، وقعدي أنا وأبوكي قدام الباب. كيف؟ أمي قلتي سكروا المحل؟ إيه إجوا سكروا. إسراء مين اللي تسمم وكيف صار معه هيك؟ حبيبتي اسألينا عن القصة وتعي خبرينا بترجاكي. أمي تمام رؤي، شوفي أنا رح أسأل عن القصة وبرجع بحكي معك، بس أنتي طولي بالك ورؤي ما تنزعجي، الزعل بضر بصحتك، اتفقنا؟ إيه ماشي، قلي لي شو بصير معك. ليش أنا بعرف في أي مشفى ممكن لاقي هذا الزلمة وشوفه؟ هلأ منعرف. أنا قلت لها يا موسى وفهمتها بكل صراحة، اطلع شو صار، ما استفدت شي. بس إسراء ما بتعمل غير شي اللي براسها مثل العادة. اهدى شوي. ليك هلأ في موضوع مهم لازم نلاقي له حل بسرعة. معك حق، بس هي بتخلي عقل براس أي واحد هالمجنونة. المهم اسمعني، قلت لهم يسألوا عن الزلمة وبلشوا من ساعة شوي وبيوصلني خبر. هاد أكرم رد عليه. نعم أكرم. صهري الغالي، أسف إذا عم عطلك عن شغلك، بس بدي أحكي معك لأنه في شيء مهم كتير ولازم خبرك عنه بسرعة. أكرم ليك أنا هلأ مشغول وماني رايق للمزح، تمام؟ لا لا ما عم بمزح معك، بدي خبرك عن شيء مهم كتير صهري. فكرت خبر أمي قبل ما أحكي معك، بس خفتها تعمل جريمة عقوبتها من سنة لثلاث سنين بقانون العقوبات. عقوبة شو؟ الطعن العمد. شو عم تحكي عقوبة وجريمة؟ فهمني شو عم تحكي أو سكر وخلصني، ماني فاضي لك أنا. أكيد إذا خبرتها لأمي رح ترتكب جريمة بزمرد خانو. فهمني ليش أمك رح تقتل أمي؟ ليك رح أحكي لك صهري، حسب كل الأدلة واللي كلها بتأكد هالنتيجة، حادثة التسمم زمرد خانو بلايات فيها على الأكيد. مين؟ أمي أنا؟ أخ تمام أكرم، خلص أنا بحل القصة. طمني خير. شوفي لازم امشي موسى، نحكي. طيب شو ساوي يا بيك؟ كارلا خانم فيني احكي معي؟ طبعا كنان تفضل، شو بدك تقول؟ لا مو هون، بالمكتب جوا. تفضل. عم اسمع، بس الظاهر انك معصب، يا ريت تنتبه لحركاتك. لا ابدا، حركاتي طبيعية كارلا، قلت لك إسراء ما إلا ذنب باللي صار أبدا، ليش حكيتي معها بهي الطريقة؟ أنا عملت اللازم كنان، تمام يمكن إسراء ما لا ذنب باللي صار، بس هي تصرفت باستهتار وهالشي رح يسبب للشركة أذى كبير، غير هيك الموضوع ما بيتعلق بإسراء لحالها، أنت كمان ما فيك تتصرف على كيفك. ادعي إنه مروان يحل القصة وإلا الشركة رح توقع بمشكلة. يعني هاد الزلمة طلع واحد نصاب،
عمل هالملعوب لحتى يقبض شوية مصاري، بس بالأخير كشفنا القصة والمحامين عم يعملوا شغلهم، صح كارلا؟ صح. وهلأ مننتقل للشغلة الثانية. رح يقلا لإسراء باي باي. ما بدي تصرفات المبتدئين شوفها بالشغل بنوب. قد ما منكون نحن أقوياء وقد ما كبرنا بالشغل نحن ماشيين على منحدر، واللي بيوقع ما بقى بيقدر يقوم مرة تانية مهما حاول. أرجوكم لازم الجميع يكون عنده حس المسؤولية، هذا كل اللي بيهمني. بالإذن. وهلأ دورك يا أمي. إسراء، بدي منك شغلة واحدة من اليوم وطالع، بترجاكي لا تخليني أسحب ثقتي فيكي مرة ثانية. حابة كتير أرجع أوثق فيكي مثل قبل. أكيد رح أكون عند حسن ظنك، رح أتصرف في كل حذر ورح أتبه لكل شي بالتفصيل. شكرا من قلبي. ولا يهمك. نفدنا. أخيرا. أي والله. يا بيك، نمت مبارح بعد ما حكيتني؟ لا ما نمت. فيني سألك كم فنجان قهوة شربت؟ ما بعرف موسى، ليش عم تسأل؟ معقول الحكي؟ يمكن يرتفع عندك مستوى الكافيين بالدم؟ ما تخاف أنا منيح موسى، تركني. طيب يا بيك مثل ما بدك. كنان صباح الخير. شو في شبك؟ شو؟ ولا شي. صباح الخير. حلو الجو اليوم. ما بعرف، مثل أي يوم تاني، يعني ما في شي مميز بالمرة. لا حلو حلو، صباح حلو. إسراء، عم فكر إذا فينا نعمل شي اليوم بعد الدوام. آه؟ شو خطر عبالك كنان؟ لسه نحن الصبح وفي ظهر وفي المساء وفي موافقة على الفكرة. بالمناسبة خلصت كل دراستي، خلينا نطلع برا الشركة مشان مشروع الحارات. يلا يلا يلا. وطالعين نحن مع بعض حلو. لما بتضربك الشمس وقتقل لي إذا كان حلو، بس دير بالك بدوخ. لا ما بدوخ. لا بالمرة، ما بحب هاي الشغلات أبدا. صباح الخير مروان بيك. صباح الخير. لوين رايحين؟ رايحين ندور بالشارع مشان مشروع الحارات. أيوة، أنتوا الاثنين رايحين أو في شخص ثالث معكم بالمهمة؟ لا ما في حدا، بس نحن اللي طالعين. ايه حلو، موفقين لك. شكرا، بالإذن منك. سلام يا بيك. ايه وبتعملي هيك مثل ما قلت لك. لحظة، مور مروان بيك، بدي حدا يكون مساعد معي مشان اجتماع اليوم. يلا أنا جاهزة فورا يا بيك. غيرك، يعني أنت عندك ألف شغلة لازم تحليها. البنت المتدربة إسراء؟ إيه إسراء، نادي ليها فورا. رح نادي لها. صرنا ثنائي بالشغل. إيه عجد صرنا ثنائي. قالوا نعم تفضلي. لا كيف هيك؟ ايه كنت طالعة انا وكنان بمهمة للشركة. لا لا طلعنا يلا. ايه تمام، قالت اني لازم ارجع على الشركة فورا. خلص منرجع معناتها؟ لا لا، قال انت روح على المهمة وانا برجع لجوا. بس كيف بدي روح لحالي؟ ما كنا بالمهمة نحن الاثنين مع بعض. مثل ما شفت انا ما بعرف شو بدي ساوي، قال في اجتماع او هيك شي ولازم احضره. طيب انتي روحي على الاجتماع وانا بروح على المهمة. ماشي لك، مشوفك بعدين. ماشي مع السلامة. مروان، عفوا مروان بيك، ليش ناديت لي؟ لحظة، انت اللي بعتوكي؟ ماشي يلا، ما معي وقت، في عندي اجتماع وراح تكوني مساعدتي إسراء. تمام انا جاهزة. راح تسجلي ملاحظات عن كل المواضيع المهمة وهي ملفات الاجتماع ريون مشان تعرفي التفاصيل. تمام.
ما تكوني انزعجتي لأنك ما قدرتي تطلعي. لا بالعكس، ما كان إلي حال بنوب وما كنت قدراني أمشي بهالشوب. لا دخيلك بلا لي هالمشوار، بس شغل. منيح منيح. مين هي؟ مين مين؟ مو قلت إنه في وحدة؟ مين هي؟ آه فهمت عليكي، هي ما لها وحدة من المقربين لإلي. يعني بعرفها؟ اللي نقتها أمك جيلان جيداء جيماء، ما بعرف شو كان اسمها. شو شيماء؟ كان اسمها؟ صح شيماء. هي هي؟ لا 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 مو شيماء. لا مروان يعني أنا بعرفها؟ لا لا. مين؟ مين؟ مين بتكون هي؟ مين؟ أنت شو بدك فيها؟ يمكن تكوني بتعرفيها ويمكن تكوني ما بتعرفيها، المهم ارجعي هلأ قاري شو عندك مشان تكوني جاهزة للاجتماع. شو قال لك كنان لما تركتي؟ إن شاء الله ما يكون تضايق منك وزعل. هلأ فهمت شو القصة. طلع فيني يا مروان، هلأ بدك تشرح لي شو القصة اللي فهمتيها أسراء؟ ليش أنا هون؟ وليش مالي عم بشتغل مع كنان بالشارع؟ وليش عم بشتغل مساعدتك؟ هلأ فهمت كل شيء، وقعت حالك بموقف مضحك كتير. يعني شو دخل هاي بهاي يا أسراء؟ شبه؟ دايماً بتعمل هيك يا مروان لما بتنكشف بتقول يعني شو دخل هاي بهاي يا أسراء؟ لك حاجة شو دخل هاي بهاي أسراء؟ هيكك قلتها مرة تانية. يعني أنا عطيتها اسمك هيك مفكرة؟ فكرتي إنه أنا عطيتها اسمك؟ أنا قلت لبيسان إنه تلاقي لي مساعدة وبس. ولقتك، هاي هي كل القصة. لا تفكري حالك مهمة كل هالقد. متأكدة إنه هيك صار. اتصلت ببيسان وقلت لها شو قلت؟ بيسان ما في بنت بقسم التسويق شو كان اسمها؟ ايه صح أسراء. خلص بقى انت مصدقة حالك كتير. هيك لا تهتر، خلي عني ما في شي من هذا. يلا عادي عادي. اتصل فيها ببيسان لنسألها. اتصلي بتليفونك. ليش انا لا اتصل؟ شو دخل تليفوني انا؟ عطيني تليفونك انت. لا يا عيني ليش انا لا اتصل بتليفوني؟ اتصلي فيها انت. انت ما بدك تتصل، انا انت اتصلي فيها. لك على الأغلب امتحان ثقة من شي نوع. هالزملاء اجوا من شركة تنظيم حفلات الزفاف. أهلا وسهلا، أنا ومساعدتي كنا عم نتناقش بموضوع ما فهمت وفهمتها. أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. خلاص موسى، خلص رح أسكت. شكرا لملاحظتك مروان بيك، أنا رح أسجل هاي الملاحظة. ايه عندي طبعاً. أكيد نورتونا. أهلا وسهلا. نحن ما بدنا يضل تطبيقنا محدود بالأعمال الحالية اللي عم نشتغلها، حابين الفترة الجاي ندخل بعمل تنظيم حفلات الزفاف بقوة. هاي مخاطرة بالنسبة لنا مروان بيك، رح تشاركونا بالربح هيك، ليش لحتى نوافق؟ مخاطرة. ليك خليني خبرك معلومة، عدد مستخدمينا صار معروف ونطاقنا عم يكبر كل يوم، ففكرت انكم رح تتحمسوا لأنه اخترناكم. شو بيعني موسم الصيف؟ يعني الزفاف، يعني الزواج، يعني الزواج والأعراس. بس يا ترى شو اللي مو موجود مشان هاد كله؟ المصاري. إسراء، يعني لما بيجتمعوا قلبين في عندهم شغلات كتير يعملوها. خلص في إسراء، في فستان طقم العريس، وفي قالب الكيك وزينة القالب كمان، والكراسي وزينة الكراسي، ولسه كتير في كمان أمور أصعب من هاي الأمور بكتير. كل هاي مصاريف العرس. متأكدة إنه الطرفين رح يكونوا مبسوطين ومرتاحين بهالاتفاق. أنتوا إذا بدكم تركوا الإدارة لقلنا، وبالمقابل رح نعرض لكم حملات حلوة كتير. كمان غير هيك نحن رح نضيف كل التفاصيل، يعني الثنائي اللي على وشك الزواج رح يضيفوا ويحطوا التفاصيل ليقدروا يختاروا الزفاف اللي بأحلامهم، وهيك ما بيضل شي ببالهم. الشعار جاهز من هلأ، عميل زواجك على قد أحلامك. أكيد رح نتفق مع بعض لأنه عندك مساعدة رائعة. أكيد أكيد. شكراً. ليش عم تتدخلي هيك بشغلي؟ مو معقول قديش انت بارد مثل التلج. على فكرة منبراتك الجماعة كانوا رح يتركوا الاجتماع ويمشوا. لا مو صحيح، انت بتعرفي كم اجتماع عامل مثل هاد من قبل؟ ايه. شو ايه؟
الجماعة محتاجين لنا وأنا ما تصرفت كأني محتاج حدا وما رح أتصرف. لكن لا تنادي لي مرة تانية لأكون معك بالاجتماع، أصلا ماني مساعدتك. أنت يلي نادت لي لأكون معك بالاجتماع وآخر شي بصرخ بوشي. بيجي بينادي لي لأحضر الاجتماع على أساس مساعدته وبده يعني ضل ساكتة وما أحكي. منيح. منيح إلك. مو طبيعي كيف بيحكي قليل هالأدب، بدل ما يتشكرني رح يجنني هالزلمة. الله الله، كل اللي هون مجانين. أخي شو صار كمان؟ شفت مرت أخي معصبة وهي عم تمشي، قتلته مرة تانية. ثلاث دقايق تركتكم، بس ثلاث دقايق بكفيها ثلاث ثواني لحتى تجنني هالبنت. بس ثلاث ثواني بتكفي لتهدي الأوضاع كمان. شفت كيف زبط الوضع بغرفة الاجتماعات؟ بس براسي سؤال ورح طق إذا ما سألته، ليش دعيت إسراء على الاجتماع كمساعدتك أخي؟ بيسان كان عنده شغل وأنا كنت محتاج لمساعدة بالاجتماع لهيك. خير إن شاء الله موسى، ليش لحتى أشرح له؟ لا استغفر الله، أنت مو نايم بالليل وشكلك شربان قهوة كتير. بتعرف شو أحسن شغلة بتعملها هلأ؟ تروح البيت تنام شوي وترتاح. تمام موسى، تمام، روح على شغلك هلأ. يلا يلا. حاضر. أنا بمكتبي. شكله ما رح تخلص على خير. أوه، يلي بيطلع لبرا بيحترق كأنه جهنم. انشويت؟ ما منستغني عنك. ايه طمني، كم محل زبط معك؟ أكيد قدرت أربط، أكيد قدرت. تعرف غرورك هاد رح يموتني بالآخر. مو تكبر، هي موهبة. شو عملتي؟ ليش نادولك؟ مروان بيك كان بدهم مساعدة، إجا منظم حفلات أعراس وكان في اجتماع بيناتهم وكنت معهم. ليش يعني شو، وين مساعدته؟ ما بعرف، على الأغلب مساعدته ما لا فاضية. مرحبا، شو الكل هون؟ كلياتنا. يلا لكان قوموا خلونا نتعشى كلياتنا سوا. يا سلام. منيح اصلا انا جوعان. يعني انت عازمتينا مع هيك؟ لا حيان، هذا العشاء على حساب الشركه. ايه يلا قوموا بسرعه. ما فيني اجي يا خانم لانه بكره رح نطلع من المدينه، في عنا شويه شغل، لهيك انا لازم روح على البيت وضب اغراضي باسرع وقت. طيب مثل ما بدك اسراء. يلا خلصينا، مناكل بعدين بتجهزي اغراضك. مانك جوعانه؟ معقول ما اكون جعانه؟ مت من الجوع، عم تفرك معدتي. يا الله، بدي روح على البيت وقعد قدام المروحة وآكل ويجي أخي ياخدهم. لا شوف، خلص أنا غيرت رأيي، لهيك قررت إني إجي معكم لحتى أتعشى. كنان بسرعة روح وقول لهم ينتظرونا دقيقتين، كون أنا اتصلت بأمي وخبرتها وأنا وراك جاي. يلا اتفقنا، ناطرك على الباب. تمام. سلام. سلام، كيفك؟ بخير الحمد لله. تمام، وأنت؟ اعترف، معك سلاح ولا سكين؟ شو؟ شو هالنظرة مبين رح تقتلني؟ لا شردت شوي، كنت عم فكر بموضوع. منيح، على القليلة ما في شيء. أخي بدي لك شغلة، ما رح روح على نشاط الشغل هداك، لهيك بدي أطلب منك طلب، بركي بتحكي مع كارلا وبتقنعها أنت. طيب رح أحكي، يعني لا تجي إذا بدك. شكرا. خير إن شاء الله، عم تزبط شعرك وهيك، شو القصة؟ بصراحة رح نروح ناكل ورح تجي إسراء معنا، قلت برتب حالي شوي يعني. برافو عليك. كنا رح نعزمك كمان، بس ما بدنا نوجع لك راسك بالعجقة تبعنا. لا أكيد، إن شاء الله بتنبسطوا بوقت. خاطرك. مع السلامة. هيك خلصت. شبك؟ موتتني من الخوف. مروان انت ليش جاي هيك؟ الواحد بيطلع صوت قبل يقول شي. شو لوين رايحه؟ رايحه مع الموظفين على العشاء. ما فيكي. السبب؟ ناطره من المدير سبب معقول؟ لازم تقدمي تقرير بخصوص الاجتماع تبع اليوم، بعتوا كتير ايميلات مشان الاسعار والاماكن، لازم تحطيها كلها بملف واحد. ايه تمام بعمله، بس روح على البيت. ما فيكي ما فيكي، لازم تساوي هلأ. شو قصدك يعني بدك يا هلأ وبهي اللحظة؟ يعني حبكة عامله هلأ؟ هلأ هلأ. إسراء مرت خمس دقايق لهلأ وأنا بدي أقرأ المساء، بعدين في نشاط بنهاية الأسبوع، لهيك يلا عملي هلأ. طيب مروان بيك على عيني. أيوة، بس هلأ فهمت شو هي نواياك. شو هي نواياي؟
عم جرب تخليني مل واهرب من هون، لهيك بتعطيني دائما كتير شغل وبدك تجبرني اني استسلم. بس انا اسراء ما بتخلص مني بنوب، يا دوب بتخلص مني باحلامك، ولما بتفيق بتنزل على الشركه بتلاقيني. شو اللي ناطرينه؟ ما عم افهم، ما تكون هاي نجمه الحفله وما لنا درياني؟ شو يعني تاخرت لانها عم تلبس؟ ما فهمت. ما تقولي غير اجت دقيقه. شفتي عم تتصل؟ ليش هيك طولت؟ شو قصتها؟ الو، ايه وين انتي اسراء؟ اوف كنان، انا لساتني محل ما تركتني، ايه بالمكتب. خلص انتو روحوا، انا ما رح اقدر. شو اللي صار؟ ما فيك تتركي المكيف؟ لا ابدا، عم ساوي تقرير عن الاجتماع اللي صار اليوم. يعني ما بتقدري انك تنزلي تاكلي؟ يعني قلتي لي جوعانه. ايه والله عن جد ميتة من الجوع، بس معي كعك بمشي حالي فيه. لا لا ما بصير هيك، انا جاي لعندك حساعدك. يلا. لا ما في داعي تجي، رح ادبر حالي، ما فيك تساعدني. كنان انا يلي كنت حضران الاجتماع وبعرف كل شي صار فيه، ما بدي عزبك. خلص مثل ما بدك، معناتها ما رح اعطلك عن الشغل. نحن تاخرنا. شو قهرنا؟ مو ما انا جاي. ها كنت عارفانة من الأول، أخرتنا على الفاضي. معقولة إسراء؟ بعرف إنها ما رح تروح. ليش استنيناها لك؟ إيه؟ شو مستعدين مشان بكرة؟ ضبيت شنطاي كبيرة حطيت فيها كل شي بيخطر على بالكم. وأنا رح أخذ عدة الصوت، رح أسرعكم بالأغاني، جهزوا حالكم، وهذا رح يكون أحلى مشوار ما رح تنسوا، بوعدكم. فرصة حلوة لنغير جو وننسى هم الشغل. تتذكروا مشوار السنة الماضية؟ كان بياخد العقل. مزبوط حكيك، كان حلو كتير، وبظن مشوار هاي السنة رح يكون أحلى. يا جماعة هو يوم واحد، مو مستاهلة كل هذا الحماس. يلي بيسمعكم بيفكر انه رايحين شي شهر. شايف؟ معلش كنان، اجتنا فرصة لنغير جو، خلينا نستغلها. قديش طيب هالطبق؟ من بعد اذنك واحد تاني اذا بتريد. آدم خلاص بكفي صحن واحد، ما بدنا نتجاوز ميزانية الشركة. كن هاي طبق اسراء هون، ما كانت تجي روحت على حالها اكل طيب كتير. قالت لي جوعانة كتير. وصل الأكل أخي. حاش تشرب قهوة اليوم؟ ما عمل شي غير شرب القهوة، حتى الأكل ما دقته اليوم. أنت يسلموا إيديك موسى، عزبتك. دقيقة رح جيب لك عصير. شو ما عجبتك؟ جيب لك شي تاني؟ لا لا مو هذا السبب. شوفي إسراء لساتها بالشغل وما أكلت شي من الصبح. وما فيك تبلع الأكل إذا هي ما أكلت؟ لا شو هالحكي موسى؟ أنت ما بتعرفها لإسراء، ما فيها تشتغل وهي جوعانة. أنا رح أخذ لها سندويش. لا وقف، اشتريت وحدة زيادة كمان، خد التنتين عشان تاكلون مع بعض. أي فكرة، شكرا. وجبتك يا أنسة. هي؟ أنت ليش إجيت كنان؟ بما أنك ما رحتي على المطعم معنا فقلت بجيب لك الأكل تبعك لهون. مالي مصدق أنت جايب لي وجبة أكل؟ عن جد كلك ذوق. أوف كنان هيك كتير. ما قلت لي أنت ليش رجعت؟ ما كنت مبسوط معهم يعني؟ الأجواء اللي مثل هاي ما بتعجبني، وخصوصا أنه في مشوار بكرة. ما بتسمعي غير حديث التحضيرات للطلعة، وأنا ما بحب هذا الحكي أبدا. انت اكلت ولا لا؟ عزمتك اذا بتحب تشاركني. يا ريت، رح بلش قبلك بالاكل. اي ماشي، بدي ذوق البطاطا. وجايب لي معكرونه طيبه كثير. بس وحده خلص، ما عاد بدي، ما عاد فيني. هدول كتار ما بقدر لحالي اكلهم. بدي اقترح شغلة، مناخد تاكسي
بيوصلك على بيتك وبعدين بيوصلني أنا، شو رأيك؟ لا ما في داعي كنان، هيك رح أتأخر كتير، أنا بروح لحالي وبكرة رح شوفك أكيد. لبكرة يمكن ما فينا نلتقي لأني ما بحب أحضر هاي المناسبة. يعني أنت مالك جاي؟ لا ما بيمشي لحالك، لازم تجي، بصراحة أنا بمل من دونك. تعال نتسلى مع بعض، ما في غيرك أخذ وش عليه، ممكن ما تتركني لحالي مثل الغريبة بيناتهم. الله يخليك، الله يوفقك. خلص إذا مصرة رح أجي. إيه منيح، نلتقي بكرة. أوعك أوعك ما تجي. يلا تصبح على خير. أوكي وأنت من أهله، مع السلامة. مضطر إني روح. لا اتصل فيه أحسن ما يطلع جنانه علي. ألو نعم. ها ألو مروان بيك، أنا خلصت الشغل وبعثت الإيميل وهلأ رايحة على البيت. ها طبعا إذا ما عندك مانع. تمام مع السلامة. شوفك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.